الوقت اللي بنقضيه مع أولادنا أو اللي أهلنا قضوه معانا وإحنا صغيرين وكانوا بيقولوا قدامنا كلام كله دروس وحكم، يمكن وقتها كان الكلام بيمر علينا كده مرور الكرام ما كناش بنركز فيه، بس لما كبرنا اكتشفنا أن كل كلمة أهلنا كانوا بيقولوها لنا كبرت معانا، كانت محفورة جوانا وبتطلع في تعاملاتنا الحياتية. أفتكر مثلا بابا كان دايما يقول هي الودان دي ربنا خلقها لينا ولا للناس؟ يعني دي ودني أسمع اللي عايز أسمعه والكلام اللي مش عاجبني مش هسمعه، ودني وأنا حر فيها. ماما كانت تقول أصعب وأعظم شيء هو التحكم في النفس، فكرة إنك تعرف تتحكم في نفسك، ما تكونش إنسان مندفع، مش أي حد يقول لك أي كلمة يخليك يغير لك حالك ويشقلبك وتبقى قاعد كده بتتنطط قدامه من العصبية. التحكم في النفس من أعظم الأمور، ولأني مؤمنة إن كل شيء في الدنيا بيجي بالتدريب وبالتعود، فعود نفسك من دلوقتي إن أنا مش بسهولة هتعصب، ولو اتعصبت هكظم غيظي. يا رب لا تخذلني بقلة صبري ولا تحاسبني بقلة استغفاري، وقدرني يا رب في عز ضيقي أكظم غيظي. اللهم ارزقنا صبرا يصاحبه حسن الظن بك يا الله، انت اعلم مني بحالي فاصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. عوضني يا الله عن كل انسان ظلمني وعن كل موقف افسد شيء من حياتي وعن كل صدمة كسرتني واضعفتني. يا رب ان كثرت ذنوبي فاغفرها وان ظهرت عيوبي فاسترها يا حبيبي يا الله.